أقولكم أبونا شيء كمل حبة بيدام، بنكمل يومي يوبات بيدام وفستق وصحيحات كم وحدة، وكل يوم أبوي يتريق لي سحتين فرتين سح وشوية فستق وبيدام من اللي كان موجود. واليوم عادة تلايا ولا يبات تمات سحتين، والفستق وقف والبيدام وقف، وكان أبوي كم قرن موز موجودات لطمهن إبراهيم توفيج، وهاي بقايا قشورهن والحمد لله. زين ما يندرى، بقول السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، لولا العلم عند الله. زين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. اليوم عادي يوم يقولك تلايا ولا يبات، اليوم هو تلايا ولا يبات، اليوم اخر يوم لنا في جنتيه ديزلدورف. انزين طيارتنا الساعه 11 الاقلاع في الليل، وبنوصل ان شاء الله مصباح الخميس. تشيك اوت مال الفندق عادة يكون الساعة 12، وانا مسوي عضوية ب 150 دولار كانهن مسوينها. يوم تسوي العضوية هذه عندهم في فندق اللنتر يعطونك ليت تشيك اوت، واذا حجرك عادية يعطونك من الكبار، واذا ما ادري شو يعطونك بعد ما ادري شو، امور وايدة عندهم. فالحمد لله ب 150 دولار ورب العالمين سخرني ان هاك اليوم اسويها، برغم اني مش مقتنع انا في المواضيع هذه. اليوم يوم قلت لهم ابوي ترى انت عندك ابوي عضويه، هاي امباسادور، هاي ابوي يحق لك ابوي تيلس ليت تشيك اوت 4 ساعات عقب الوقت الرسمي. قلت الحمد لله. شوف انت ولا هاي اللي تحت اللي في الريسبشن نسر، والله قبل ما تشوف البطاقه قالت ابدا 12 دقيقه انت خارج. شو بقولكم المراد، الحمد لله الامور طيبه وكل شيء من حسن الى احسن، والسيرة هاي تيسرت ورب العالمين وفقنا فيها. الحين بتري إبراهيم من يجي بنظهر بنسير نتمشى ونحوض نعيم من الله خير، لين يجي وقت الصلاة برد بنصلي برد وبنظهر، والساعة 4 بنسوي الشيك اوت مثل ما قلت لكم، والمغرب أظني بنظهر جدا الفندق المطار. وبنيس مطارهم أكيد إنه مطار فنان وغاوي، يعيبني أنا أسير قبل الحشر بعشر، قبل ما تطير الطيارة 3 4 ساعات أسير، يعيبني يعني خاصة في المطارات الكبيرة واللي فيها كافيهات اللي فيها مولات وفيها بيع ومشترى وفيها حركة وفيها حياة. تيوز لي هنا المطارات اللي هالنمونة، ما يعب المطار الخنخوش صغيرون اللي تقرقع بكبره، يعني كل شيء شرح وفيه يويل وسير ويي. يوز لي أنا أحب كل شيء تول، الشيء التول هو اللي يوزلي، الشيء الضخم الشيء العظيم، انا احب شيء طبيعتي، احب شيء الشرح. يا الحبيب. يس. السلام عليكم. ابو محمد عليك السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباح النور. How are you my brother؟ I'm fine. What about you؟ انا بخير وسهالة. الحمد لله الحمد لله. والله عليك شو هالمسلسل اللي انا اشوفه، هذا هالفعل منو فعلنها؟ ترى على فكره مصور قبل وحين هذا بعد. شو اللي سويت انت حين؟ انا مخبر العرب. سلطرت يا ابو محمد. هنتين. بس والله. هذا كله هذا كله هنتين؟ اي والله العظيم هنتين، انت ماكل هذا انا وخلصت السح والبقلاوه ما شاء الله عليك. انا البقلاوه والله ما يتقربها. استغفر الله. والله العظيم. عجل وين صار ملوك الساحر؟ بها واحد عدالها. لا والله انا ما مسيت. وعالي في طرف الغوبك. اي طرف بعد اي الغوب. ايه يا الله. شوي. بس اي. هذه ابوي لبستي. هذا اليوم احنا على ما تشوفون خزعنا رقم واحد. خوف علينا ابو محمد. والله رقم واحد حرام عليك. مال برد الحين. هذا اليوم برد. يا غير شفت الكمبل مال الجيش؟ برانيس مال الجيش لو يعطون العسكريين هالنمونه. يلا يلا ابراهيم يلا 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 الحين الله يحفظكم. الحين بنسير بنتب ما بنخلي بقى ان شاء الله اذا الله راد بنعرعر الدنيا كلها. يلا ابو خليل يلا يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بابهم ثقيل وايد. يلا باب يابانيين. ايه يابانيين هم المان كل شيء ولايتي عندهم. ادعوك ادعوك في اليابان. لا بخبرك والله وين شبع منها والله. لا تم عليها رضوان من الله.
يبانا نغير فيها ودي هني مي ذس واي ذس واي زين زين شوي شوي عاد ابوي من نشيت وانا في لساني هالغنيه انادي اهلي ولا حد يردي وانا روحي من الفرقه خطيره على اللي بالهوى بي حبسدي ونفسي ما تبي مخلوق غيره اليوم من نشيت الصبح وانا هذي بها الاغنيه دندن بها من صباح الله خير لين امر هاللحظه هذا ابوي لو بيهم عاد الصب بعد راح ينمون بعد شيء بالجلبي الصب بتصور فيه بصور فيه لكن تشوف شوف ما بقول تشوف لا انت شوف القلاص هاي ابوك يشربوا بها المخاتيم المختل يعطون هالكثير وقطره انا هذا نوع من انواع البروستيج تعال شانتو بابا محمد ما باليد حيله ولا به من يجيب ولا يودي سلامي للغضي وسط الجزيرة هي والله من نشيت اليوم وأنا هذي بها الغير أنادي يا أهلي ولا أحد يردي وأنا روحي من الفرقة خطيرة على اللي بالهوى بيحب سدي ونفسي ما تبي مخلوق غير والله يا أبوكم يا القصيد الزين الخالد خالد ما بينتهي لو لين تقوم ناقة صالح القصيد الزين مرة ما يوجف ما له عمر ما له زمن ما له وقت كل قصيد زين يلصق عبر التاريخ عبر الدهر وعبر العصور كلها يتم رهيب الحين نحن ابوي لسنا مش الا ابراهيم نحن نخبركم عن ريوقنا هذا ابوي ريوقنا الكوفي وهذا ها طلبنا انا واحد وابراهيم واحد شو اسمه هذا معلم هذا ايك بيجل مع بانكيك ساندويتش بيض مع بريكفاست بانكيك وتشيز كيك. يعلك تسلم. الله يسلمك. بارك الله فيك. زين ابراهيم؟ هذا ابوي ريوقنا اليوم نحن في هالاجواء الفنانه وهالمكان الزين اللي تشوفونه. هذا شارع عاده الملوك يسمونه. عاد وين الملوك؟ نحن ما نشوف حد ملوك. كان يلس زينه. فنان. يعلك تسلم. من وين في سوريا انت؟ والله شكلك يقول سوري لا فلسطيني والله والنعم تقدر تعرف ايه تقدر تعرف ايه والله صحيح بارك الله فيك Thank you.
جايين يوم الاحد الله يحفظكم اول يوم. هاي نصيحه للي بي دزلدورف، اللي بي دزلدورف لي في يكون يصبح عليه الاحد. نحن يومين نصبح علينا الاحد، البلاد ما فيها الا نحن نمشي في هالمكان طويل العريق، ما حد الا نحن نمشي انا وابراهيم من الصبح لين في الليل، تدور حد يقول لك كم الخبر ولا اللومي بكم ولا انت وين ساير ولا وين جاي ولا علمك ولا خبرك، والله ما حد نشاد عنك ولا حد درابك وين ساير ولا وين جاي. فنصيح للي بييها البلاد ليها ويصبح عليه اللحد. هي نعم أي يوم ما عدا اللحد. شوف الله بالمستعان، الله يبوكم لو تبى حد يطاول قطرة ما مالقت لا سوبر ماركت. شوف هالي قدامك هبسير لها حين بتعطيها هالخمسة يورو. تعرف هاي شو تمثل؟ عبارة عن شو؟ وحده وهالنمونة يعني شو بيكون؟ قابضة مكشة. يلا سر مال تنظيف؟ لا ما بمال تنظيف، هاي شوفها مال تنظيف. يلا سر أعطيها هي في ديمة؟ هي هي لا أظن يحطون تحت إبراهيم. هي هي هني عدال هاي. أيوة ها ها سر تسلم عليها. أيوة هاي الساحرة من المكشة، شفت ما تزينها؟ هلو نورة. Wish you a nice time. Hey, here in yes, we are very happy in Düsseldorf. Very happy. And we try. شفت إبراهيم؟ هاي المكشة. I think we will have another meeting later. يا بعد مخيل العيوز غير بال. Chance, chance عليك إبراهيم. Chance. Thank you. Thank you. هذه اللي يوقفون في الشوارع هي حليلها ما اتت عليك عادة، قالت بتدور شانس حق تشوفك مرة ثانية حليلها. ايه مؤمنة مؤمنة نعم مؤمنة مسكينة فقيرة الله. اتفق مع ابراهيم اول ما ظهرنا عندنا اسم محل نحن عانين عسب عانين عسب، وقال ابراهيم قلت لابراهيم ترى متشل عليك انت بتحافظ الاسم، قال انزين واسمه غلج هو اسم مول صغيروني في ما تشتهي النفس يقول خبرينا عن الفندق، قالوا مب على الشارع هذا روحه على ينب. ابراهيم شو اسمه الحين وين سايرين؟ نسيته انزين الحين عقب ما مشينا هالمكان كله شباب في رحله انزين شباب في رحله يعني الحين جيتنا على الفاضي؟ لا مش على الفاضي ها لا لا شو عيت؟ انا بقرا بالانجليزي وبعرف اسمه انزين تتذكر شو الاسم؟ شيء بالسي كنت شيء كنت كنتن؟ شيء تبي كنتن كنتيسة مثلا؟ لا لا شيء ما بكنتيسة؟ بكنتيسة يعني شيء اسم شيء يعني؟ لا 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 ها آه. اوكي ها آه. شوف 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 ابراهيم ابراهيم شوف المنظر هذا صورناه البارحة نحن اللي صورناه بخر بالله تهلوي خرب الله الله هذا طلاب يوم ما اعطيته بحلق لي عيونه خرب الله الله اقولكم والله نمونا بلاتهم هاي حديقة كم أكبرها داخلها الانهار والباب وما أدري شو وكل شيء مرة في عين الماء. تحياتي وأشواقي وسلامي واحترامي لكل اللي ضافوني هاليومين ثلاثة اللي اختفل هاي الجماعة اللي توهم إداد لا يعرفوني ولا عرفهم وضافوني، شكرا على كل الكلام الجميل والمسجات الحلوة اللي تأخذ العقل اللي يتبوي من عندكم، كلام يفرج الصدر ويفرح الخاطر، مشكورين على هالكلام الجميل واخص به ما في عقب ينقمون بيقول لي حد ليش انت ما طريت لا لا كلهم اللي راسلوني طرشوا كلام جميل يعني الله يحفظهم ويبارك فيهم. ها شفت بالله هيك مكبرها انسي والله ولا تتروع إبراهيم. شو الحين الحل؟ الحل بنمشي مني وإن شاء الله نشوفه. بتشوفه أنت ما تعرف شو اسمه؟ أعرفه بالإنجليزي بس بقرأ. زين شو اسمه بالإنجليزي؟ قلت لك ترى شيء كنت شيء اسمي كنت؟
كل هالعرب تصور يا ابو كثرة، الناس كلها بتموت على التصوير، ما حد هو يالس ما يصور. ترى مولهم انت ما شاء الله عليك. عاد انا اصور ما بحق عمري، اصور للعرب حتى مصور حق العرب. ظنك وين منها ابراهيم؟ كيف عرفت انها هي يعني؟ كيف عرفت انها هي يعني؟ احساسي يقول انها هي. ها؟ احساسي يقول هي انها هي. احساسك طبعا يقول انها هي. ما شاء الله عليك وعلى احساسك. هاي العماره ان شاء الله عسى وعسى خير ان شاء الله. ليش ما نسير الفندق ونتخبرهم مرة ثانية؟ يا تاني. ربي هي بعد نروح الفندق. هي نعم عبنا ركب تكسي يا ابن هلا. لا عين الحين ما بليس نعرعر كل المولات مو بكل المولات على الأقل وصلنا بعدنا برد نمشي ورد هني. فكرة نحن وصلنا أبوي عند المحل زين. وعلى فكرة تعال 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 الحين منو يابنا منو يابنا هني عند أنا اللي تحلف لا تقول انك تحلف تعال مني. لا لحظه انت قلت هذاك المحل صح ولا لا؟ زين اليوم وصلنا هنا انا قلت لك اظني هو هذا قلت اظني بس انا كتبت لك بالاسم لان انا عارف الاسم. يا رجال انت ما تعرف بالعريف. يلا تعال نروح داخل. لا صبر ابراهيم ولكم. صبر صبر قبل ما نسير الحين عرفنا نحن المحل زين. لكن انا عندي طال عمرك شغل في بوتيك يبيعون عطورات ثمين وهو الوحيد في ديزلدورف زين. وقايلين لي يا ابو محمد نباك تسير عينه. حلو. فشو رايك؟ وين هذا هو؟ هني جريب عدال فندق له. لا 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 جريب هذا جريب الحين حتى خمس دقائق ما بناخذ. بنسير اي والله العظيم بنحضر بنشوف سامانهم وبنرد جدا المكان هذا. هسه اذا اخذنا شيء نسير مره واحده عقل الفندق. شو رايك؟ يلا. يلا توكلنا. شكرك هديت الله. بارك الله. هذا فندقنا نحن قدام. وانت جاي من الفندق عليك اليمين. تعبر البحيرة ييك كارتير من عقب كارتير ييك شو اسمه ستاربكس من بعد ستاربكس يمكن أظني بعشرين متر ييك المحل اللي يوجد فيه بوتيك هو اسمه اسم البوتيك اسم البوتيك بريمير بريمير اسم البوتيك هذا اللي موجود فيه اللي يوجد فيه الله يحفظكم عطورات ثمين اللي موجودة في سيلفريدج لهم فرع واحد للمبيعات في تشنتيا ديزلدورف في تشنتيا شو يا ديزلدورف موجود أبوي عطورات ثمين عند هالمكان هذا المحل هذا المكان هذا البوتيك المول هذا نحن جينا البارحه زين المول هذا اسمه 7 هذا مقابل الانتر كونتيننتال فندقنا اللي نحن فيه هذا الشارع الرئيسي مال شارع الملوك اللي يطرونه اللي في نص النهر اللي خبرتكم عليه اللي دوم نصور عداله يجيك المدخل هذا قلت لكم اللي دوم مشرع بيبانه ما له بيبان لكن مفتوح الباب من تدخل هذا هو المكان اللي نحن عانين عسد اللي هو يبيع نحن دخلنا قبل شوي الباب الجانبي لكن الباب الرئيسي هذا هو المحل اسمه شنيتس لير هذا اللي تشوفونه مرة وانت جاي من أول ما تدخل المول شيء المحلات على يمينك وعلى يسارك تقبض الطروق هذا يسار يجيك هذا المحل وجدامك أبوي على ما تشوف اللي تحيدونهم اللي خبرناكم عنهم من قبل عطورات ثمين موجودات في ديزلدورف كل الأنواع اللي عندهم 12 نوع هذا من ثمين محرمسنا عنهم بما فيه الكفاية حاليا ثلاث الأنواع توه نازلات قبل تقريبا 3 weeks is it من قبل ثلاثة أسابيع نازلات أول واحد سبيكترا وثانية واللي عقبه جديم والثالث امبريال كراون هاي الأحدث ثلاث قطع نازلات في ثمين من ثلاث أسابيع نازلات في لندن وتوهم واصلات أبوية ديزلدورف في المتجر هذا وفي المول اللي خبرتكم عنه سيفنت المول اسمه سيفنت مش موجود في أي مكان في ألمانيا في ديزلدورف بس في سيفنت اللي مشاهد الانتر كونتيننتال في شارع الملوك
مقابل الانتر كونتيننتال شارع الملوك شي مول اسمه 7 في البوتيك هذا اللي توني صورتكم اياه، موجودات ثلاث الانواع ليداد اللي تشوف منهم. خبروني وقال ابوي مدامك انت موجود سير وخبر الجماعه اللي يون ديزلدورف ما يحتاج يصيرون شرق ولا غرب، العطر عطر ثمين موجود عندهم. الزين فيهن ان كل واحد منهن هالثلاث العطورات ليداد ريحته مش مشابهه للعطر الثاني، مثلا واحد اول واحد هذا ريحته شراد دهن العود ويا الطايفي، ريحته دهن عود وطايفي، والثاني عنبري، مره تقول ما بعطر العنبر، لا العنبري، والثالث ريحته تحراها عرق الحنه وفيه تشيده، ترى عطر عرق الحنه وتقطر له ثلاث قطرات تشيده، شي غدي يغدي غني يا ليل روح يا يرحب مسير يومين. وايد خنينات ارياحن وريحته يعني تميل الى العربي 70%، شيء وايد جميل وايد ثمين، وما سمى ثمين الا هو ثمين. الله يرزقه، مكان مميز وموقع مميز وعطر مميز، ما يبغي له اي كلام. الله يوفقك ان شاء الله. فاللي يبقى ياخذ منهن يجي الموقع اللي خبرناكم عنه. انزين اقولكم ابويا الحين هنا يلس ويا الريال هذا، بخبركم منو وشو سبب يوم ياب عطر ثمين. شو السبب؟ اول شيء انت شو اسمك؟ اسمي لا اسمي هي جوزي صادق. زين اوكي، ابوه من لبنان وامي فرنسويه ونا خلقت بفرنسا. هي اوكي على وصاله. زين هالمحل ابوي محل المكان اللي هو فيه محل كبير طويل عريض، لكن هو قابض السكشن هذا. السكشن هذا فيه عطورات وايد، لكن نحن ابوي ما خصنا في العطورات، نحن نتكلم عن عطر ثمين. عطر ثمين هذا اللي قدامنا. انت قبل ما كان موجود عندك ثمين؟ لا صح. ليش جبته لهون؟ عشان من اول كل ما واحد يفوت لعندي بيسألني، كل واحد يفوت لعندي بيسألني عندك ثمين؟ قلت له لا ما عندي إيه. كيف ما عندك إيه؟ صار لي سنتين عنا إيه بلندن. اوكي شو عملت؟ حكيت مع المديره وقلت لها لازم تجيبه. شو عملنا؟ جبناه هالسنه. انزين وهالسنه لما جبناه يعني بعد 2-3 weeks هي sold out. ولا حدا ما صدق كيف هيك الشيء جديد after 2 weeks. شو عملنا؟ رجعنا ري اوردر 5 times. ما شاء الله. اوكي لكن لكن ماشي عندكم؟ اكيد ماشي. هي 3 times 5 times فمقوى 5 times ري اوردر. ما شاء الله عليك. شو اسمك قلت لي؟ جوزي صادق. لكن جوزي على فكره يعني هالاسامي هالثلاثه يعني شيء روعه. صح. هاي وايد عجبني انا هاي ليداد هاي. اوكي. وصلنا قبل 3 weeks. 3 weeks. بس بغيت اخبركم عنه، بوريكم ابراهيم شو جالس يسوي. ابراهيم ارفع راسك يا ابوي. شفت ايش اسمه؟ شو اسمه الرياح تعرفه؟ جوزي. اقول لكم الثمين موجود في المانيا في اي مكان، برلين وميونخ وهامبورغ والحين ديزلدورف. برلين، ميونخ، هامبورغ، ديزلدورف، في 4 أماكن موجود. يارك الله يارك الله يارك الله يا أبو خليل يارك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تعيش اسمها الريال عدالة؟ جوزيف. جوزيف؟ نعم. ما شاء الله. أهلا وسهلا والله مبسوط إني جيت لعلمك. شكرا جزيلا. عفوا. نعم. جوزيف صار لك كم سنة هون؟ ولا خلقان هون؟ أنا الآن بفرنسا صار لي 15 سنة. كم عمرك؟ ما في إلا إذا بقول لك قديش عمرك ما بتصدق. ليش؟ ليش ما بتصدق؟ إلا قديش عمرك؟ تدراني؟ لا 27؟ 27. تضحك علي ولا لا أضحك معاك. كم عمرك؟ أكثر من 50 60.
ما شاء الله عليك 60؟ نعم تبارك الرحمن. أهلا ما شاء الله ما شاء الله. خبز بلبن. ثانك يو. ذوب الرصاص بعد يعني ما شاء الله very sensitive. Thank you very much. Thank you very much. Thank you حبيبي. You're welcome. Thank you. Okay. What's her name? I'm TJ. TJ. Yes. Okay. TJ. Look like DJ. Yes, just like DJ. Okay, ما شاء الله. For you been you been to Dubai so many times. Yes. But you never been to Abu Dhabi. Never. But you have to. I have to. I will. I will. Inshallah. We go to. Inshallah. We go together. Where in Abu Dhabi? Where in Abu Dhabi? You just said to me you will visit some place. Le Louvre. Okay. You will be look like dreaming when you reach Abu Dhabi. Really? Yes. I will go there. It's the capital. Allah. Thank you very much. We chose Saadiyat Island. Saadiyat Island? Yes. We chose it. Wallah? Very good place. By Regis. Inshallah. Inshallah. You will be very happy there. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. هاي اللي يميز هالبلد دي الفاقة ابدا لو تجيب لك بيب وتجرجعه بتكل بيزات بيب جرجع لك بيب بس حياة بسيطة جميلة شارع في منتهى الرقي ناس راغي ناس فنانة ناس تمشي في سبحانيته لو يشوفون ابوي الحمار راكب على البقرة ما حد قال له وين ساير ولا كخ ولا تف ولا عيب ولا منكر ولا منقود وما حد عليه من حد ما حد يخصه في حد ابدا مكان وايد فنان وايد وايد فنان البلاد فنانة وتستاهل من يعني لها بلاد غاوية وهادية الأكولات من كل ما تشتهي والفواكه من كل ما تشتهي والحلويات الكافيهات إبراهيم أبويا يبي ياخذ حلاوة حق فريجه يبي ياخذ شيء مميز إبراهيم سألهم شو المميز عندكم شو الشيء اللي بيجي بعنب وزقرهم طيب شو تمتاز هالبلاد بالحلاوة ترى 90% من حلاوتهم فيها خمر تحمل إيه تحمل هذا يوم يقول لك كل حي يعود إلا ليسكن تحت الحوض ليسكن تحت الحوض ما حول رده خلاص سار عند رب العالمين سار للي أحسن من الأولي والتالي هي والله وين يعود اللي ساكن تحت الحوض ما حول عوده لكن الإنسان الحي بتلقطه في كل مكان قبل 12 سنة حياة خالي الله يغفر لك كان في نفس هالمكان ونفس هالصورة ونفس هاللي تشوفونه يا الله يغفر لك يا محمد بن سعيد يعلك الجنة يعلك يمال الجنة الباردة يا أبو أحمد يمال الجنة الباردة يا الله يغفر لك جدة والعربان بالكل يا إبراهيم أبو خليل خلاص مرحبين إيه نعم الله يحفظنا بس مصطفى إن شاء الله إن شاء الله إنه ما علينا باس حافظنا رب العالمين وإن شاء الله just my bag inside bad nobody will come in ما شاء الله إبراهيم بلبل ألماني بلبل ألماني أتكلمهم إنجليش إنجليش قول لي ما شاء الله عليك لغتهم صعبة وايد إي والله المرأة انبسطنا في هالبلاد الفنانة والله بلد جميل وناس فنانين وخيرين الأول والله حيقدوا فنانين والسنين الأولين والله يا أبوكم هم ما يتشاهدوا انسوا الحين ابتدوا لانا وهانا ولا الأول الريسبشن عندهم هذا الأدابتر يوم بتي فندقهم وانت ظاهر أما سلمته ما يسوي لك تشيك اوت لازم الادابتر هذا مالهم اللي هم عطوك اياه اول ما جيت تطلب ادابتر الناس كلها عندها هذا ادابترات انا عندي خريطه كامله كم ما جبتها المراد
شيء نمو واحدة الكبيرة ويبيعونه في الطيارة يركب على كل شيء وعلى كل كهرباء في الدنيا. العود الامراض هذا قبل ما يسوي لك تشيك اوت لو تنقص في خبرة راسك انخلى. مستحيل يسوي لك تشيك اوت قبل ما تجيب الادابتر مالهم. مستحيل يعني محسسيني كأنه مفتاح الزر مال قبله النووية. I'm told that my followers about the adapter. It's very important to bring it for the reception before we check out. Is it right? Yes. Thank you. Right. Thank you. عكسينا للمطابخ عازميننا بو يومين. يومين وتردون. قلنا لهم بوي نحن بوي نبى بعدنا يومين. الجماعة كلهم ردوا من أمس. هي لسنا من أمس باليوم. أعطونا يومين زيادة. وهذا مفروض على حسابنا. الحين يومين أبوي ريسبشن قالوا أبوي مدفوع عنكم. كل جلستكم أبوي اليومين الأوليات اليومين الأخرانيات. هل أبوي هل الأونرية مال الشركة؟ قالوا أبوي أبو محمد وربيعه. ما يدون بيزة. مثل ما أخذتك إلا متحمل غرامك. ما أخذتك إلا متوزي غرامك. يبناكم مناك لين هني نحن بنخليكم تدون من كيسكم؟ لا لا لا. المهم شكرا أكسينا على هالعناية وعلى هالجولة الجميلة. ما قصرتوا من اشتلينا من بضبي لين وصلنا في هالبلاد. وانتوا تحوفونا حوف يعني شالينا فوقه. من لا يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. شكرا على كل ما قدمتوا من خدمات ومن رقي معاملة ورطيب أخلاق. نحن ولي ويانا كلهم مع التواصل الاجتماعي ساروا وهم فرحانين ومسرورين من حسن المعاملة وطيب الخلق ورقي الأخلاق وسمو المنطوب والألفاظ. كل التيم اللي كان موجود إدارة موظفين سعوديين ذكور وإناث اللي كانوا موجودين من مصورين من اللي مسؤولين الرحلة كل اللي كانوا موجودين سعوديين ما فيهم ولا واحد خلط. فبياض الوجه عليها من شركة عليها من عناية عليها من كل صغير وكبير. الله يحفظكم. هذا الرجال اسمه محمد منير. انت المدير. انا المدير هنا. مدير الفندق بكبرة. انا المدير. انت ابويا على حينه يوم حادث يلهض عنا وقالوا حلوا قالت حلوا يوزوني الريل. تمام. لا لازم تعرف شو المعنى. افهم. افهم. اتفضل. هذه بالاول قالت انا مش عاوزه اتجوز. اوكي اوكي. لما خلاص اهلها حيعزلوا قالت انا دلوقتي عاوزه اتجوز. احنا دلوقتي لينا من جينا هنا ثلاث ايام. والنهارده رابع. انا سامحني والله. كنت مش موجود. انا والله في المستشفى بعد كم يوم. الف لا باس عليك. والله يبقى الامانه. عبد الجليل بن طه بن عبد الجليل الفهيم. مظبوط. وصاك علي ولا لا؟ حصل طال عمرك. حصل. انزين. عندي قبل عندي ويوم اللي انا كنت جاي لك فيه والله حصلت لي حادثه. والله يعني انا رجاء ورمى وماشي. بسم الله. والله. ليت ان شاء الله في عدوينك. الله. يا حبيبنا ازاي يعني نورنا. المهم فندقكم في منتهى الروعه. الله يخليك طال عمرك. والعنايه والامان والنظافه والخدمه. والخدمة وكل ما نتمناه الحمد لله كان أحسن عن الأحسن. الحمد لله. فندقكم شيء مشرف. الحمد لله. لكل من يسكن. الحمد لله. طبعا. نعم. لا إزعاج. مشكور. ولا صريخ. مشكور. والخدمة سريعة. الحمد لله. والابتسامة مشكور. موجودة مشكور. فيهم كلهم هذي. كلهم والله. الحمد just now I say hello. Hello. I said to him you are very smiling. إيه والله. This is my friend also smiling. يا هلا يا هلا يا هلا منورنا طبعا. الله يخليك. الحمد لله تمام. ما تحرمش منك. ما حصلتوش. والف الحمد لله. الله يسلمك يا الله عمر. الله يسلمك. ازاي رجليك دلوقتي؟ يعني انتم جايين بعد ما المعذب مشي على طول. يلا ما لنا نصيب نشوفها. ما لنا نصيب. ما لنا نصيب. ما لنا نصيب نو هي نو هي المعازيم. الله يخليك. لك ستايم ان شاء الله. انت منين من مصر؟ انا من القاهره طبعا. فين؟ انا مصر الجديده. مولود في مصر. مولود في مصر. وابوك وجدك؟ لا ابويا وامي من الشرقيه لا مش الشرقيه طويلة. لا مش الشرقيه. كرمك غريب. الله يخليك. الكرم اللي فيه. اهل كرم. اهل مربى. اهل كرم. جزاك الله خير. انتوا اهل كرم. وليش من مصر الجديده؟ لا 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 مش الشرقيه. مش اجدع ناس. الله يخليك. شكرا جزيلا على حسن الضيافه. الله يخليك حبيبي. الله يرحمك. عبد الجليل وصاك حبيبي. انت ما قصرت الجماعه كلهم ما قصروا. دو عنينا. جزاكم الله يخليك طول عمرك. أقولكم الأخ محمد منير مدير الفندق قدم لي دعوة وأنا قبلت الدعوة. إن شاء الله في القريب العاجل راح يكون
في تعاون بيني وبين فندق الانتركونتيننتال في ديزلدورف، فيه تكوين جروبات خاصة من دولة الإمارات، من خليجنا، من الشرق الأوسط، اللي بيها الفندق له خصومات معينة، له ترتيب معين، جولات سياحية مع مترجمين، مع بيبي ستر، مع اللي هي جليسة الفندق، كل شيء كل شيء كل شيء يخطر في بالكم من مولات، من معالم موجودة تخص ديزلدورف والمدن القريبة منها. كل شيء هو بيسوي لكم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا شكرا أستاذ محمد، بارك الله فيكم. أنا في خاطري أعطونا العنوان كذا شخص، قالوا لنا أن سيري مطعم إيطالي، وصفوا لنا إياه. واحد قالوا مشاهد الفندق، والثاني فوق ديور كازلوتشي. هو قال لنا لا، شيء مطعم أخير عنهن، مش أنه كمستوى يعني فخامة، لكن أكل أخير عن 7 ستار، لكن ورا الفندق. فندق. إيه شو اسمه؟ كازلوتشي. كازلوتشي. وحين هو عازم، ترى أنت عازم على حسابك صح؟ أكيد طال عمرك، أكيد طال عمرك. جوا عنينا طبعا. وحكت عنينا طبعا. لا عنينا إزاي؟ لا دي أقل حاجة نعملها. جزاك الله خير. شو اسمه هذا اللي يشتغل هني؟ فلوريان. فلوريان. كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. الله يسلمك بعد. ما شاء الله عليك. فداعت الله يا دار الطيبين، فداعت الله يا هالبلد الآمن، فداعت الله يا هالبلاد الزينة، فداعت الله يا هالبلاد النظيف، اللي ماشي شرات الراقي الفنان اللي كل شيء مرة قربك تسكن أبوي في سطرة هالفنادق والمولات والمحلات والمطاعم والملاهي، وكل ما يسر الخاطر كل موجود، مال الكبار والصغار واللي تباه كل موجود، كل شيء موجود بمرة قربك، ما تصير شرق ولا تصير غرب، بمرة اللي تباه متناول اليد، مرة كل شيء عدالك. بلاد فنانة يعني، شو بقولكم والله يا أبوك مينها فنانة. أنا ما أقول شيء زين وهو ما بزين، إنه فوق عن الزين، فوق عن الزين. يعني شو بقولكم، ما عليك كل شيء قربك، ما عليك إلا تيبي ميع البيزات. هي نعم، ما شيء برخ، ما شيء بلاش، ما شيء، كل شيء بيزات أبوي. هاي آخر جولة لنا، الله يعودنا إن شاء الله أهل مكان الفنان. آخر جولة لنا أنا والكابتن إبراهيم. بس ما دخلنا المون هذا، لكن إن شاء الله نستعمل إن شاء الله. هذا كوف هوف. كوف هوف. إن شاء الله إن شاء الله الجايات أكثر إبراهيم. إن شاء الله الجايات أكثر. بلاد جميل والله، ما يصدق فيها يعني يومين ثلاثة أيام، لكن نحن يينا مرتبشين. يينا مرتبشين، ما يينا مرتبشين. إن شاء الله الجايات بتكون أحسن وبتكون أخير، وبيكون يعني شيء فاقة وشيء شيء برنامج، يعني اللي هو أهم شيء البرنامج. حينه هذا محمد المصري المدير مع الفندق، سمعت شو قال؟ يقول بنسوي صد يا ياس، أصورك يا شو فيك صد من ناحية، رمس رمس عن أبوه وهالعالم اللي يتريونك ترمس، شو بتعطيهم مقفاك؟ ما اعطيتكم قفه، متى تريونك ترمس، تريونك تقول شيء، تمشي وتجي. صرت اوكرانيا انت زين، وقالوا لي انك انت جبت من اوكرانيا قطوه في الطياره، ولا انا غلطان؟ لا لا، كلام صحيح 100%. زين وشي سويت؟ شي حطوها في العفش ولا كيف؟ لا والله ما طال يحطونها في العفش. ليش؟ عندهم ممنوع، قالوا لي تركبها في الطياره عدالك الكرسي. وحد كان عدالك انت؟ لا. زين كرسيها هي. قول بيزات بعد؟ لا 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 والله بلاش. أشوى. زين وخلاص. ما شوي بنت طال عمرك البلاد. وكملت عندي 2 أسبوع وانسرقت. منو سرقها؟ سرقوها جيراننا السودانيين. والأخي كيف عرفت إنهم سرقوها السودانيين؟ جيراننا والله خبرونا، قالوا إحنا شفنا القطوة عندهم وشلوها أبو ظبي. يا ويلهم. سامحهم أنت، سامحهم. الله يسمح ذنوبه أكيد، بس سامحهم إلا قطوة ما ترسق. إي والله. إي والله. زعلت أنت عليها؟ زعلت. عيال ما مسامحينهم؟ لا مسامحينهم، الدنيا واخره. شوف انت. اي نعم. اول مره انك ني الزاويه هذه، ها ني الزاويه اول مره. ما شاء الله عليك يا ابراهيم. هذا سيد، هذا هاي كفاف، هاي الكفوف ابنه تظهر سيده، هاي وديك فندقنا، وهاي الشارع كل الماركات، وخلق الله ما خلق.
هذا الله يسلمك من أوكرانيا الرجال. هذا من أوكرانيا وخذ وحدة ألمانية أول ماية. خذ وحدة ألمانية أول ماية قبل 37 سنة وثلاثة شهور. خدها وكان بيموت عليها. وقزر وطر. قزر وطر. تحلف براسه ويحلفون ويحلف براسه. ويتقارون شرات الطيور من كثر العشق ما يهني له الرقاد ولا يهني له النسخ ولا يهني له المشي إلا مشاهد حرمته. هو من أوكرانيا وهي من ألمانية. واحدة طول ظهرها ثلاثة أذرع. طول ظهرها روحها ثلاثة أذرع. ورقبتها كوز من طولها. واحدة شقرة والعيون خضر. وهو على ما تشوفون ها ما في الحاضر مدح بعد انزي كملوا دهر ونشت الله يحفظكم. هاك اليوم بتعبر من الشارع هذا لين هذاك وكفقيها سيارة ويني نونة يني نونة كيف حتشوفون بتولع في البط يوم توفت هني قرب الشارع هذا نش البط والوز وسار ابوي عندها وعقب ما توفت وهي شالة سندويشات ما أدري شو شالة وتم البط أبوي يرعى من السندويشات اللي طاح من يدها وهي تزهق روحها هاي الساعة تسلم الروح تظهر الأنفاس الأخيرة وتصادق أبوي من هاك اليوم سار ودفنها ويلس أبوي من هاك اليوم كل يوم يشتري بثلاثين يورو الصبح وبثلاثين يورو المساء بيتزا ويأكل ويحمام هاي ويا الطيور اللي تشوفونها وهاي حياته من هذاك الآن إلى هالآن مقزر حياتي يطعم أبوي الوز والبط والبش هاي البش هاي اللي تشوفونهن هو يطعمهن وتعلم لقتن يرمس وياهن وحياته آزمة هالنمونة مقزر حياته هالنمونة يزقرها هاي يسمونها كاترينا مسمي هاي الوز البش هاي العودة مسمينها كاترينا لأن على اسم هايج ولأن هي هايج طويلة وعنقة وشقرة وطول وعرض هي نعم وظهرها أقول لكم ثلاثة أذرع روحها مخبرني وحلف بط عمره بمليون يمين يظهر كاترينا سابعة روحها ثلاثة أذرع عسب تم أبوي عايش على ذكراها أي أبوي هني ويجلس مشاهد أبوي هم سمي هاي على حياة حرمته وبس يطعم هنا وبس ويرقد الله هنيها ما يصير مكان بعيد عند الله علينا لك الله لك الله لك الله ما عليك باس يتخبرون عن المطعم ابوي المطعم الايطالي بعدنا ما جيناه بعدنا ما جيناه الساعه 6 يفتحون بعد باجي 10 دقائق عن يفتح المطعم الحين بنصير سيده حق الكونسيرج وبيخض هو ورا ورا الفندق المطعم يفتح الساعه 6 وبنصير لسيده نحن الساعه 6 حينه بنيس عنده ساعه ان شاء الله والساعه ها بيكون ابوي سيارتنا حطوا فيها الاغراض بنتوكل على الله اذا الله جعلنا من الحيين هو بس بغيت اخبركم انه المطعم بعدنا ما الحين المسجات اللي تي والله كيف ما صورت المطعم ولا صورت اسمه ما جيناه المطعم بعدنا المطعم كبره نحن ما جيناه وتتوانا نصوره نحن يا المعنيين بالموضوع ما جيناه انتوا الحين ما يدرى وين ارضك وين سماك يا اللي تبى المطعم وترقطك بحياتك لا بتسافر ولا تبى تسافر بس الا مني والطريق الا ليش ما صورت اسمه وهو ما كذا احترق دبي ما تدياها يالس إلا في الخبر عن اسم المطعم في الضبعية ساكن وبحياته ما وصل دبي ولا سار بوظبي يالس إلا أبوي في الضبعية من قبل ما يحكم زايد وهو في عيشته هناك قرب أم الجنة عرفه هنا هالرجال منه في صندقه قرب أم الجنة ويتخبر عن المطعم في آخر الدنيا وين بطالة حين انت يوم بوظبي انت ما تديت وين بتوصل هالبلاد اللي وين بيصلي عياله زين هالمكان ما تدينا ابراهيم شو هاي هالمكان الدوار هذا راك تشوف على انت من هذاك الصوب من هذا الصوب ماتي داخل شو اسوي هذا يوم حتى لا يا ولا يبات شوفوا ها يوم اقول لكم الشير حتى في ديزلدورف يصبغونه تقولون ما قلنا لكم ها يعني ما بنا بعد عن هالسالفه نوره ومبيض فطري هذا كل ابوي عن الفطريات ين لي دول كل ست شهور كل ثلاث شهور يصبغونه مبيد عن الرطوبه عن هذا الحين الوادم يبون يصورون وياك انت انا لا عجبتهم مني انا زين ابوي نحن نتمشى ولقطنا هالرجال الفنان الله يعزك زين تلو بارك الله فيك قرب عندنا ما قال لك
لا ما علي بنار بس اخلاف الحين نعم. العرب يبون يعرفون منو هالرجال هذي اللي قاعد عم بطير العمي والله والنعم انت من العيل ام ضربي دام الهير من الهير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم. شو جايين شو عندكم والله عندنا علاج بسيط الف لاباس نعم. عليكم الف لاباس عليكم الحمد لله يوم لقيناك وشفناك يعلني ما ذوب حزنك الله يعزك وهالرجال منو والله اي سلطان بن حمد المرقان والله والله والنعم حالك ايش حالك ايش حالك الله يحفظك كيف انت انت يا كشاته ولا شو لا لا يا بعد نعم. ما شاء الله صاحي 16 عام بتيبي الف لاباس عليكم ابراهيم زير مثل العرب ولا شيء يسولف عندي اقول له وين تعرف الذيب هذا هي قال لي انا جاي عنده هي صدقه انا اشتغل حسد فيني مو ابوي على مرضاكم سلموا على اهلكم على جماعتكم والله الله في عماركم يلا في مال حبيبي مع السلامه نعم لا مع بالله سلام مني وطني الحين انت منو والله يحفظك علي الظاهري والله والنعم وانت عيسى الكعبي انتو كلكم العين نعم ما شاء الله العين ابو تونا بعد ربعكم هاي لك ها ابو العين هاي ونعم والله اهم شيء هاي ها يا سلام هذا الحين ها شو النتيجه بالله عليك تمام باديه صبر صبر الله ييسر الامور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكم فالكم الفوز بعد انتو علاج لا لا سياحه يعني وين سكنتم حياه بجنس لا ازيد فندق الانفا نفس الاسعار اذا ما برخص ولا ما بغلى واخيار واشراح واحده وهني في عين الماء يلا يا مولا الله يحفظكم يا مولا مع السلامه يلا يلا صور يلا ماشي اصور رامني رامني رامي الصوره اشوف ما زيني يلا مع السلامه الحين حاجين بنتغدى وانا في المطعم وحين يومية تبوية from اتحاد ايرلاين ايتشي from اتحاد طيران يقول اتحاد مطرشين السيارة قبل الحشر بعشر قبل الرحلة بثلاث ساعات now we have to go يلا اوكي يلا خلي ولي الغداء ابراهيم بنتغدى في المطعم ايش بنسوي لا ما بيصبر مبنى الشارع هي والله now we have to go yes now yes ما باليد قرب الله يواعي ابوك خاطرنا نتغدى في الايطالي خاطرنا نتغدى في الايطالي يا ابراهيم خاطرنا نتغدى في الايطالي من الحنة يا تنعيم ما صلت على النبي الله اكبر يا تنعوين يا ابراهيم ما صلت على النبي يا تنعوين عوين ما صلت على النبي لا اله الا الله السلام عليكم. سي هلو فور مستر محمد ها؟ سلام محمد منير. يلا سمع السلامة. ثانك يو. غرب الله غرب الله تهدريول. احنا ابوه قبل الطيارة ثلاث ساعات. وزين شو بنسوي؟ حسبوا السير والجي الطريق. 10 دقايق وعشر دقايق فنسير يبونا قبل الطيارة بساعتين. هم صح. هم صح لكن يوارى في خاطرنا المطعم الإيطالي لو درينا ما خبرناكم. هاي عيونكم ابوي شي سوت عيونكم خلت الدريولي يطير بين ارض وبين سماء مرحبا ابو عبد الو مرحبا ابو طه هلا هلا عبد الجليل بن طه والله مليون مرحبا ايش حالك الله يطول لي بعمرك بشر بشر يلا يلا محمد هذا ما قصر شلنا فوق فوق راس مدير الفندق يلا الحمد لله الحمد لله عاد سامح انا من يوم وصلت انت بايح بالمستشفى مطلع لي صوره تريده ايه والله مضور به ريوله فقير يلا الحمد لله ان شاء الله استانست اي والله استبلاد عليها رضوان من الله يا عبد الجليل لا والله العظيم حلوه يعني انا يوم صرت لها استانست ترى كل شيء قريب هناك اي والله قريب وبنزيكا قريب عبد الجليل اقول لك مكالمتك ترى سجلتها ودعتها ليش سجلها بليز 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 عشان خاطر صلاح مرحبا ابو محمد الغالي ها شوف لك سجين مالي وياي اليوم ها محمد مسيك بالخير شوف الكلام يقول لك انقلب توزاد شوف اختصار مساء الخير ابو محمد مرحبتين ايوه اليوم شوها اليوم الجمعة اليوم الله يحفظكم بارك الله فيكم اليوم يوم الجمعة اليوم يوم الجمعة تاريخ 5/10 5/10 هذا مكتوب الحين طالت عماركم
الحين في حالة أم الكركم، وهذا يا الله يحفظكم عشانه. كريديسات، سويفيات، بسال، شعري مردد، فسكرة، جشة، منقير، وليمات، وبصلة هاي حق مرزوق، وعنفوز هذاك العنفوز، ها شوفوا هذا حقي بعد، حقي حرام ما طعمته. ها افتح العيش، افتح العيش، يلا اسمي شايف ابن 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 يلا اسمي شايف فلاش الايفون ترى. شوف الله عليك، شوف العيش مرة رقم واحد، حالة ام الكركم تبعد عن عاصمة الحبيبة ابو ظبي ما يقارب 300 كيلو بر، ومن هناك عاد من البر لين وين احنا حينه تقريبا 50 ميل بحري. رقم الفيديو اللي توني حطيت لكم اياه من فيديوهات البحر مال الاسبوع اللي خطف، ارويكم ايش قايل نحاسه هالمرزوق، ايش قالي فاتن الباد وكلها ترمس شوي شوي، وهو فاتن ما يعرف يرمس شوي شوي، ما عرف يرمس هي داها رمس كلها فتنه بفتنه. هنا ابوه بحر بر جو داد، يا ابوك داد للي شاهده، داد لهم اللي يشاهدون، يباب اللي بيشاهده هذا مرزوق يكون كبد حوار ما تشز من شيء. عمار يا دار الطيبين، عمار يا يو اي اي، عمار يا اماراتنا الحبيبة. شوف كم مكان حاطين حق طيران الاتحاد، كلها بويه هالكاونترات، كلها بويه لخدمة بويه طيران الاتحاد وركاب طيران الاتحاد. يا حافظ عليكم، اسميكم يا للمان الدزولدورفيين، ما حد شرافكم وافين، وهل ابوي الطيران الاتحاد اشد وادعس ابوي، نجدم الحسنات يستوفي اليمايل، بلادهم مكرمينكم محشمينكم، اسبتين انتو هني في هالبلاد، ابوي حاطي في بلادكم ناس حاطي لهم كانتر واثنين وثلاث، ونحن ما شاء الله سيل طول وعرض عرض، كل ابوي حق طيران الاتحاد. يا الله يا ربي حافظ من دار، حافظها من الحكومة، عزتنا داخل بلادنا وخارج بلادنا. خلصنا ابو من الجوازات. ابراهيم شو اللي اخرك هالكذا؟ اخرني ابوك الضابط قاعد يسولف وياي. الضابط الالماني؟ اي نعم. يسولف وياك انت؟ اي والله. زين شو قال؟ قال لي انت فنان وايد مبتسم. وان شاء الله انت صدقت بالالماني. ها؟ لا بالانجليزي. احلف. اي نعم. بعد عيلتك. يا ربي ابراهيم هاي بتنضم الى قائمه اللي البارح ضربتهم بالجوتي الاثنين الامريكان. يلا لازم كل بلاد نسوي فيها بصمه. هي بصمه حلوه. زين انت بكبرك حلو يا كابتن ابراهيم. من بعدك يا ابو محمد ابراهيم، هل البحرين كلهم يسلمون عليك؟ ديت قلبهم واحنا نسلم عليهم، وهل القصيم والسعوديه والكويت كل على راسي ها. كلهم ليداد، بالاخص ليداد اللي ما يعرفونك من قبل كلهم يسلمون عليك، بيموتون عليك، بيموتون العرب عليك. ابوكم مطارهم بلود بلاد، يمين الكولات والدنيا. شو بقولكم ما شايف الدنيا ابوي ما بعندهم، واليوع ليه في الكون كله فينا ابوي، اليوع ليه في الكون كله فينا، اني انا ميت من اليوع. تروعنا ناكل من المطعم الاولاني ما بعسب شيء، تروعنا خفنا ان نلقط اكل قدام من عقب ما ناكل في المطعم هاك اللي صورته قبل شويه، يكون ان نلقط اكل ادنى اخير، وبزعل في خاطري بنسير ابوي الحين بنتريهن كلهن وبرد عقب على متلثرنا، بنطع المكان اللي بيوزلنا وبناكل فيه. كلينا حين الامور طيبه، لينا حين الامور طيبه، واليوع ليه الدنيا كله فينا، رزقنا بوت. اقولكم بالنسبه للي ضامين جديد ويانا، ضامين يعني فلور ليداد، هاي نقولهم ابوي بالنسبه لكلمه عنبو هاي ما بمسبه، مش يلعن ابو، لا نلعن ابو ما حد يلعن الا لي ما في حاسيه، لا انا ما العن ولا اتكلم عنبو. كل ابراهيم فوايدين يتحرون كلمه عنبو مسبه، شو تفسيرها عنبو؟ انا ابو يعني استغراب. ها
علامة تعجب. ما بسؤال، علامة تعجب. استغرب من شيء. مثل عند السعودي وش ذا؟ أو عند الكويتيين شنو هدي؟ يعني معقولة صار هذا الشيء؟ معقولة؟ أوه بالإيطالياني؟ والله ما أعرف الأسف. ولا لا؟ لا ولا لا. أنا كنت ضاري أسير لها، ضاري أيها دوم اللي هي ميونخ، لكن دزلدورف ما تجيتها، هاي أول مرة. البلاد رائعة وجميلة وفنانة وما شي شراتها. دزلدورف بلد يستاهل العنوة، وبلد خفيف لا فيه ثقال الدم، شيء من البلادين من أول ما تطيح تحس كآبة، وهالبلاد لا، هالبلاد أبوي خفيف، شيء شرات حد من الوادم من يجبل عليك ابتسم اللي يحط لك سامان وهذا. This is no حرام. No حرام. But here there is حرام. Which? I told you. This one حرام. I come one more time. Okay. تهلعت على هذا ها. هذا. يا زلي ابدا خطر علي عبد من داخل جامع. قال لي ابوي. هذا ابوي. ها. This one. A brother, this one, حرام؟ ها حرام. This one, yes. هذا ما بحرام. هذا يقولك ما بحرام. وهذا this one حرام. هذا قال حرام. هذا ما بحرام. وهذا ما بحرام. كل ما بحرام. بس هذا ون حرام وهذا حرام. يقول. هذا اللي طالب النبي إبراهيم. ما على هواك. قانونهم. هذا أبوي قانونهم. ما ودي يضحك. عيش. عيش ومرقة طلب إبراهيم. Yes. Make it extra hot please. Spicy? Yes. Extra spicy. على وشك الإقلاع جاي بتشل الصحن مال المكسرات ما طلعت في هيا نسيت قلت جدري في حطي في يدي وشكي صحي ما علي بعدي ما كنت من شوي ولا بتشل المراد على وشك الإقلاع والسموح من التقصير وسامحون كان شيء بحرف التصوير غير لا سوى ولا رمسها بعدله ولا كلمة حوية كلمة حوية ولا مستظلة ما باليد حيلة صار تصوير وقرقعة وصور وديانة هو تسوي جيب كنترول زيارة كنترول ما كان شيء موجود هو الحمد لله الأمور طيبة طيارة من قدام تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير يا داري، صبحك الله بالخير يا بلادي، صبحك الله بالخير يا دار الطيبين، يا دار ليواد، يا دار العرب الطيبة اللي ما حد شراتها في الدنيا الحوده. يا الله يا رب تحفظها من دار. الحمد لله على السلامة. هذا وقت وصولنا الحين العاصمة الحبيبة أبو ظبي. إن شاء الله أنا أرمس وياكم في البيت. يا جود مورنينج شهر مورنينج روحتني ابو محمد الله يهديك. صباح الخير. صباح النور حبيبي. ايش حالك؟ شو اصبحت؟ نحمد الله ونشكره على السلامة. قلت انا ابوي شردت انت؟ لا وين انا ودرك ما ودرتك وانا هناك ودرك هني. جزاك الله انا وين اصبر عنك يا ابراهيم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. ان شاء الله ما تعبت. لا والله انطبنت من اول ما نشيت لين الحين. دومك رقاد انت؟ رقاد ريج انت؟ لا انا حشه والله رقدت بعدين بعد ساعتين. والله شفت المكشن انا والله ابوك من اول ما ركبت رقدت